نعم تيما، تحية لك بالبداية ولكل المشاهدين. نحن موجودين بمنطقة جدرة بالقرب من كنيسة مارجيريوس في منطقة جدرة على الطريق المؤدية إلى بلدة برجة. عند الساعة 12:45 دقيقة شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على سيارة من نوع مرسيدس وهي لون أبيض في منطقة جدرة. الغارة الأولى سقطت بالقرب من السيارة والثانية على السيارة، ما أدى إلى استشهاد شخصين من الجنسية السورية الذي كان يقود الدراجة النارية، والرجل الثاني وهو مواطن يدعى خليل فارس ولديه بسطة في جدرة. السيارة من نوع مرسيدس كما ذكرنا في البداية، كان بداخلها ثلاث شباب. صاحب السيارة يدعى بحسب المعلومات الجديد سامي الرهف، وهو لديه شركة مياه اسمها مياه رهف. سيارات الإسعاف حضرت إلى المكان ونقلت الشهداء والمصابين إلى مستشفى الجي والرسول. وبحسب معلومات الجديد، الثلاثة شباب اللي كان في السيارة حالتهما جدا حرجة. إذن عدد يعني الشهداء هما شابين وثلاث جرحى. معلومات الجديد أكدت بأن ليس هناك شخصية مهمة في حزب الله أو في حركة حماس مستهدفة، ولكن بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فأكدت بأن هدف الهجوم في جدرة قرب صيدا هو مسؤول في حركة حماس في لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك من معلومات دقيقة. ولكن بحسب معلوماتنا أن هناك شاب داخل هذه السيارة هو من الجنسية الفلسطينية، كما نرى بعدسة الزميل هادي درويش بأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا في المكان ومنعت منعت المواطنين من الاقتراب من هذا الحادث. إذن تيما، هذه هي المعلومات الأولية التي حصلت عليها الجديد. إلى جانب رئيس بلدية جدرة، تحية لك رئيس. حضرتك كنت بساعة الاستهداف، كنت حضرتك موجود بالمنطقة ولديك معلومات؟ لا بالحقيقة أنا كنت باحتفال ديني مع سيادة رعاية الأبرشية مطران مارو العمار سامي الاحترام ببكاسين. إجاني تليفون من اعضاء المجلس البلدي ومن من من المسؤولين المختار، واخبروني توجهت فورا الى ضيعتي الى جدرة. طبعا هذا الاستهداف هو استهداف طبعا مدان، منه جديد على العدو الاسرائيلي يستهدف المواطنين اينما كانوا. للاسف سقط عنا شهيدين، خليل فارس اللي هو من سكان جدرة عم بيتعب لحتى يعيش عائلته من خلال بسطة خضار. في عنا كمان شخص سوري كان مارق بالوقت ذاته على الدراجة النارية، وفي سيارة مستهدفة فيها شخص هو عنده شركة رهف مصاب. على كل حال نحن مهما يكون، أول شيء استهداف جدرة هي استهداف كل لبنان، استهداف المواطنين في جدرة واستهداف كل المواطنين في لبنان. لكن الغريب انه نحن جدرة بعيدة الاف الكيلومترات، اول مرة بتاريخ الاحداث اللبنانية كلها والاعتداءات الاسرائيلية كلها انه تستهدف جدرة. جدرة منطقة امنة، منطقة مسالمة، فيها الاهالي كلها بيعيشوا طبعا بسعي لحتى يعيش هن اولادهم. لكن منه جديد على العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق، خاصة المناطق الامنة او غير امنة. فهيدا طبعا نحن بنحيي دماء الشهداء اللي سقطوا الابرياء، نطلب شفاء الجرحى. ولكن طبعا ما بعرف شو هي الدوافع اللي خلت العدو الاسرائيلي يستهدف جدرة بالذات، وجدرة بعيده الاف الكيلومترات على الحدود اللبنانيه، مواقع الاشتباك. هيدا الاستهداف هو جريمه بحد ذاته. أول شيء نحن عم نقول الحمد لله على السلامة اللي نجوا من هذا الاعتداء، الشفاء للجرحى، الرحمة للشهداء للشهيدين العزيزين علينا، ونطمن كمان أهلنا إنه طبعا هلا ببلاد الانتشار والاغتراب عبر وسائل طبعا الوسائل الإعلامية مشكورة على أنها عم تنقل مباشر هذا الحدث المجرم اللي صار بجدرة. شكرا لك رئيس. يعني إذا تيما، هذه هي المعلومات الأولية التي حصلت عليها قناة الجديد. حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان من حزب الله حتى هذه اللحظة حول هذه العملية. فور ورود أي جديد طبعا تيما سنوفيكم بها. تيما.